فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وبهذا احتج غير واحد من العلماء على كراهة أشياء مزي غير المسلمين. قال محمد بن أبي حرب: سئل أحمد عن نعل سندي يخرج فيه فكرهه للرجل والمرأة، وقال إن كان للكنيف والوضوء، وأكره الصرار، وقال هو من زي العجم، وأكره الصرار، وقال هو من زي العجم. نعم، ومن أفراد التشبه بهم لبس ملابسهم، ومن ذلك النعل المختص بهم المعروف أنه من نعالهم. فالإمام أحمد كره أن يلبسه المسلم لأنه من أنواع التشبه بهم، خصوصا الصرار الذي له صوت، فإن هذا الغالب أنه من ملبوساتهم فيتجنبه المسلم، وهو داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. نعم. وقد سئل سعيد بن عامر عنه فقال: سنة نبينا أحب إلينا من سنة باكهم. نعم، سنة نبينا صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من سنة باكهن، يعني الأعاجم والذين ينطقون باللغة الأعجمية. نعم. قال: وسيأتي أنه اسم ملك في الهند. نعم، أن باكهن هو ملك من ملوك الهند الكفرة، وسنتهم عاداتهم وتقاليدهم. المراد بالسنة هنا الطريقة التي يسير عليها المسلمون أو يسير عليها الكافرون، فالمسلم يسير على سنة المسلمين ويتجنب سنة الكافرين. نعم. وقال في رواية المروذي: وقد سأله عن النعل السندي فقال: أما أنا فلا أستعملها، ولكن إن كان للطين أو المخرج فأرجو، وأما من أراد الزينة فلا. نعم، النعل السندي نسبة إلى السند، وهي من بلاد الهند، وهي موطن الأعاجم غير المسلمين في الأصل، وإن كان أهلها أسلموا أخيرا، أو غالب أهلها أسلموا أخيرا والحمد لله، لكن الأصل أنها للأعاجم المشركين. فالنعل المنسوب إليهم يتجنبه المسلم في الأمور، في أمور الزينة التي يتزين ويتجمل بها. أما إذا استعملها للأمور المستهجنة كدخول الحمام والأشياء التي ليس فيها تجمل ولا زينة فالأمر أخف، وإن كان الاستغناء عنها عموما أحسن وأليق بالمسلم. نعم. ورأى على باب المخرج نعلا سنديا فقال: يتشبه بأولاد الملوك. نعم، وهذا من تابع لما سبق، أن لبس النعال الخاصة أو المعروفة أنها لغير المسلمين، أن المسلم يتجنبها.